الشمس الحارقة وقفت جميع الأطياف السياسية العراقية من وزراء وزعماء لاستقبال الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي يزور بغداد بعد غياب. أصدقاء بارزاني وحتى خصومه الذين هاجموه كثيرا وقفوا صفا واحدا لاستقبال كبير الديمقراطي الكردستاني. جدول مزدحم ولقاءات عديدة شغلت بها بغداد اليوم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تشير بشكل واضح لأهمية اللقاء والملفات التي يمكن أن يتضمنها التفاوض الحاد بين الفرقاء السياسيين، التفاوض المغلف بالابتسامات وباطنه النفط والمعارضة والملفات العالقة. مرحبا بكم.